السلام عليكم، عبد المجيد الفاتحي، جمعية اليسامين للتنمية والبيئة بحي المستشفيات بالدار البيضاء. بغيت الإخوان نواصل معكم الحديث في هذا الموضوع ديال التضامن الاجتماعي. كما قلنا، هذا الصندوق راه تأسس في 1959 على واحد الأساس، وهو توفير الأجيرين اللي قضى واحد المدة في العمل على واحد الأجرة في التقاعد ديالهم. التقاعد هنا في المغرب القانون هو 60 سنة، يصل الإنسان 60 سنة كياخد التقاعد ديالو، وداك الساعة الصندوق راه كيحسب السنوات اللي قضى في العمل باش الإنسان يستفد التقاعد 100%. خص تقريبا يكون خدم تقريبا 21 عام، تقريبا 21 عام. وكاين واحد المسألة اللي خص الإنسان ينتبه لها، وهو هذا الصندوق عنده واحد الحد. مثلا إنسان خدم قل 3240 يوم في مدة العمل ديالو، هذا الحد إلى ما وصلش ليه الإنسان راه ما عندو كيستفاد من حتى شي حاجة. إذا انتبهوا، هاد المسألة هادي راه مهمة. 3240 يوم، يعني تقريبا 11 سنين وشي 4 شهور تقريبا. هذا الإنسان راه ما كيستفاد من حتى شي حاجة، وهذا راه كاين بعض الشركات كيتلاعبوا في هاد مسائل، حيث مثلا الإنسان اللي كيكون في العمل قدام شهريا، القانون ديال التضامن الاجتماعي هو 26 يوم شهريا. إنسان كيخدم مثلا عام هي 312 يوم. بعض الشركات كيتلاعبوا في هذا الشيء، في العوض يصرح ب 26 كيدير 12 يوم 14 يوم كيتلاعبوا في المسائل، حيث بعض الناس كيخدم مثلا 30 عام 40 عام وكيوصل، ملي كيوصل التقاعد سن التقاعد 60 عام كيلقى راسو ما وصلش ديك 3240. هاد المسألة شوية بقى قصة تعالج من طرف الصندوق التضامن الاجتماعي، لأن ماشي معقول باش الإنسان كيمشي ضحية كيخدم مثلا 3230 يوم كيخرج ما عندو حتى شي حاجة. دارت واحد التعديلات، ولكن بالنسبة لي تعديلات ماشي في المستوى، حيث مثلا الناس اللي ما وصلوش هاد العداد باش عطاو الصندوق، اللي ما وصلش هاد العدد اش غادي يديروا؟ ردوا لكم الفلوس ديال الخيرات ديالكم. ماشي شي حاجه قليله. الانسان القوانين في الدول الاخرى، الاكثريه مثلا فرنسا كتخدم مثلا 6 شهور عندك الحق في التقاعد، هنا دايرين 10 سنين. علاش ما تكونش نسبيا؟ مثلا الانسان خدم 8 سنين كان عطيه النسبة ديال 3 سنين على هذيك 20 عام، وهذه مسألة زعما خاصها تتعالج في أقرب وقت، لأن كاين بزاف ديال الناس كيضيعوا في هذه المسألة. وهذا كنأكد بأن راه كاين الشركات، مثلا غير الشركات الصغرى، كيتلاعبوا في هذه المسائل بحال هكا، كيعطيك 8 أيام 10 أيام 12 يوم. هذه إنسان إلا كان مثلا 10 أيام سنوية، أش كتجيه سنوية؟ كتجيه 120 يوم السنة. إذن 10 سنين يلا كيوصل 1200 يوم، دونك خصو باش يوصل هذيك 3240 30 عام تقريبا. وهاد المسألة خص ينتبه لها الصندوق الضمان الاجتماعي. وهاد المسألة اش كتجيبها؟ كتجيبها عدم المراقبة. عدم المراقبة لا يعقل مثلا كتوصل مثلا داك التصريح ديال واحد الشركة، كتشوف واحد أجير مثلا هاد الشهر عنده 12 يوم، الشهر الجاي عنده 15 يوم وإلى آخره. وهاد المسألة واضحة بالنسبة للمفتشين ديال
تضامن اجتماعي، ما يمكنش الانسان كاين شي واحد كيخدم 10 ايام هذا الشهر وسيمانه في الشهر الثاني والى اخره. هذه مساله سهل باش يترقبها المكتب. واتمنى على الله هاد الحاله تتحسن. وكاين واحد نقطه اخرى، وهي النقطه الانسان ملي كيوصل مثلا ديك 20 عام وفوق كيكون عنده ذاك هو الحد، زعما الماكسيموم، ماكسيموم ملي كيكون ديك 20 عام. كتعرفوا دابا الصريح الاجره ديك لا باز باش كدير عمليه حسابيه صندوق التضامن الاجتماعي، وهي ديك كتخلص الخيرات على 6000 درهم. الانسان كي وصل التقاعد وعندو داك الحد ديال 20 عام والفوق كياخد 70% 6000 درهم هي 4200 درهم. هذا هو الحد اللي كاين. ولو الانسان يربح 10000 ولا 20 ولا 30000، هذا هو الحد 4200 درهم ملي كيوصل التقاعد ديالو. الان كاين شي كاين واحد الطلب هذه واحد السنين باش داك البلافون ديال 6000 درهم يطلع ل 8000 درهم. الى طلع 8000 درهم كتولي بعدا شويه الانسان ديك 70% الى قدر الانسان ديك 20 عام 20 سنه في العمل كياخذ 70% على 8000 درهم هي دونك 5600. وهذا واحد مساله عمال اللي خاصها تعالج، لان 4200 درهم اللي ما عندوش داك شغل داك لا روتير كومبليمونتير راه سي مير راه ما كافيهش 4200 درهم. الانسان شويه قليله في هذا الوقت، خاص في هذا الوقت حنا كنشوفوا المسائل كل شيء غالي، هنا شيء غالي 4200 قليله. الانسان بعدا نوصل هذا البلافون 8000 درهم ولا داك 70% كتولي 5600 شويه المساله كتكون تعالج. وهذه الرساله بغيت نبلغ لكم، ينتبه الانسان بالاخص 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 الناس اللي خدامين باقي خدامين دابا كيخصو يشوف البيلتا دبي ديالو شهريا، وكيشوف شحال ديكلاراسيون خاصها تكون 26 يوم شهريا. الانسان لا بالصبر في العمل ديالو راه 26 يوم شهريا، قل من 26 يوم راه الشركه كتعش. هذه الرساله اللي بغيت نبلغ للجميع، وبلغوها الاصدقاء ديالكم الاقارب. وهذه راه مساله مهمه ينتبه لها الانسان. وشكرا والسلام عليكم.